ماجد الكدوانة وكريم عبد العزيز صداقة لأكثر من 20 عاماً و5 أعمال فنية. التفاصيل عبر قناة نجم المشاهير بملاحه الهادئة وأدائه السلس البسيط. استطاع خلال سنوات نشاطه الفن جذب أنظار الجمهور إليه، فأدور أو عمل يقدمه باعتباره رمانة الميزان فالعمل الفن عرفه الجمهور بالأدوار الكوميدية، وتأثر معه الجمهور عندما جسد دور ضابط في الجزء الثاني من الاختيار. إنه النجم ماجد الكدوان الذي نحتفل اليوم بعيد ميلاده 55. قدم ماجد الكدوان خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الناجحة خاصة السينمائية منها، وخلق ثنائيا مع عدد من كبار النجوم، ولكن أبرزهم النجم كريم عبد العزيز الذي جمعته به علاقة صداقة قوية استمرت لأكثر من 20 عاما، حيث شارك معه في أكثر من عمل فني، وهي حرامية في KG2، حرامية في تايلاند، نادي الرجال السري، الاختيار 2، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، كما ظهر معه كضيف شرف في فاصل ونعود. وتحدث عنه الكدوان فأكثر من لقاء تلفزيوني قائلا: أعرف كريم عبد العزيز منذ أكثر من 20 سنة، وهو تركيبة ساحرة جدا وحساس أوي، وعنده كم من المصداقية رهيب، بالنسبة لي أخ وصديق، وبتعرف منه ومن حكمته وتصرفاته وردود أفعاله طول الوقت، ربنا يحفظه ويديمه نعمة في حياتي، ما بيعرفش يتكلم غير من قلبه، وطبيعي، 10 عمر بجد، ودايما ما بينا فضفضة، ومن الناس القليلة اللي برتاح وانا بتكلمي معها وحاسس بأمان، وهو ممثل كبير ومختلف. بينما قال عنه كريم عبد العزيز في أحد اللقاءات: ماجد من أجمل الناس اللي ممكن تقابلهم، صاحب صاحبه، أخلاق وجدعنة، وحالة استمتاع كبيرة لما أشتغل معه. وكان من اللقطات المميزة في الوسط الفني هي لحظة تكريم الفنان الكبير كريم عبد العزيز في مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي، ونظرة الفخر والسعادة والتأثر التي خصها له ماجد الكدواني وهو يقف على المسرح، والتي حصدت إشادات بالغة من الجمهور. ونشر عبد العزيز وقتها عبر حسابه على فيسبوك تلك الصورة التي بها نظرة الكدواني له، معلقا عليها: الصاحب الجدع والسند رزق، شكرا يا صاحبه.